متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. سنتعرف معكم اليوم على السيارات المفضلة لدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ظهرت لإقلاله في العديد من المناسبات على مر الأعوام. أثناء اللقاء بالرؤساء والأمراء حول العالم، فإن مرسيدس إس كلاس أفخم سيدان ألمانية هي السيارة التي يستقلها الأمير محمد، وأحياناً ما يقودها بنفسه. بعيداً عن المحافل الدولية خاصة في بر المملكة، فإن الأمير محمد يصطحب معه جي إم سي يوكون التي تعرف بقدراتها المبهرة على الطرقات الوعرة. مفخرة الأرض يبدو أنها كذلك إحدى السيارات التي يفضلها الأمير محمد، حيث ذكر في عام 2019 أن سموه استقل تويوتا لاند كروزر أثناء زيارته إلى باكستان. أثناء لقاء أصدقائه وأحبابه في المملكة، فإن الأمير محمد يقود لكزس الإكس، أفخم وأكبر سيارات لكزس التي تشتهر باتساعها واعتماديتها وفخامتها، وكذلك أدائها المبهر على كافة الطرقات. ما هي السيارة التي تفضلها بين سيارات سمو الأمير محمد بن سلمان؟ شاركنا بالتعليق.